عملت ايه في الامتحان؟ الامتحان كان كويس بس المقالي كان تقيل شويه لان كان فيه افكار كتير بس والوقت ما كفاش. لا عشان هنبقى بعاد عنه. يعني الامتحان بنسبه كام في الميه كان سهل؟ كام في الميه؟ 75%. صح؟ أو كويس بيتحل؟ اه. طب دي حاجه كويسه يعني. اه دي حاجه كويسه. مواصفات الوزاره. طبعا. تابعت موضوع احمد رفعت و... طبعا. الله يرحمه. صراحة يجي له يعني. شفت الموضوع ازاي وكنت متابعاه في ثانية؟ اكيد كنت متابعاه. هو اصلا من الاول ما فكر انه يتابع الموضوع وان هو ما كانش ينسى وكان يدوروا مين اللي ورا كل ده بس هم ما عملوش كده غير في الاخر غير لما نادر طبعا طلع واتكلم. بس تقولي ايه لاسرته والاهل وكنتوا في ثانوية عامة؟ ربنا يصبرهم طبعا. ربنا يصبرهم. محدش هيقدر يقول حاجة وربنا يستر على نادر عشان احنا خايفين عليه قوي لاني حرفيا بجد كله جده ان هو اصلا بيقول الحقيقة. هو واحد هيقف قدام ربنا هيقول ايه؟ هيقول الحقيقة بس. يلا متوفيش شد حيلك بقى في المواد اللي جاية يا رب. ادعوا لنا بس. يلا.